ما ورد من حديث رجب تعظم فيه الحسنات، من صام يوما منه فكأنه صام سنة. وكما قلت لو أنني في درس لسألتكم عن صحة هذا الحديث مباشرة، أجب بأنه حديث باطل لا يصح. فكل حديث ورد في فضل صلاة أو صيام في شهر رجب فهي أحاديث لا تصح، وأن من صام سبعة أيام كما في هذا الحديث أغلقت عنه أبواب النار السبعة، ومن صام ثمانية أيام هذا من أحاديث القصاص. ولذلك قال الألباني رحمه الله رواه الطبراني ولكنه حديث موضوع كما في السلسلة الضعيفة، وأن من صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة، وأن من صام عشرة أيام فليسأل الله ما شاء، وأن من صام خمسة عشر يوما من شهر رجب فإنه قد غفرت له ذنوبه كلها، فليستقبل ما سيأتي من أيام.